واش فيها اللي اعتزلتي؟ ما كانش نية ديال الاعتزال، بقدر ما كان داك واحد اون بوز خديتها في حياتي، بغيت نكون حياتي العائليه، ندير وليدات، نهتم شويه بالحياه الشخصيه ديالي، وبغيت نحبس شويه. بوز طويله هذا 4 سنين. لا ماشي صراحه، عيطوا لي شحال مره، عيطوا لي على شي حاجه، غير ما كنتش مستعده اني نرجع، ولكن دابا ما كاينش مشكل، زعما نقدر نرجع قريبا عاوتاني ندير شي حاجه. ترجعي تسهل في النيه. كاين شي عمل جديد، شي مشروع؟ ما غنقول لك شي حاجه سيغ ما كايناش، ولكن هذا العام اتصلوا بي اكثر من جوج الناس على اعمال، وغير كيف قلت لك مازال ما مستعداش 100% باش نرجع، ولكن الاستعداد النفسي كاين، غادي نرجع ان شاء الله قريبا.